متمسكون بالأمل، معتصمون لنيل حقوقهم فيما تبقى من دولة تجتمع فيها المتناقضات. المحاضرون العاملون بشكل مجاني في محافظة القادسية لا يزالون مصرين على الاعتصام للمطالبة بحقوقهم بالتثبيت، مع عدم إيفاء الحكومة بوعود كثيرة قطعتها أمامهم. خرجنا باعتصام مفتوح أكثر من 10 أيام أمام تربية الديوانية، وذلك بسبب التسويف والمماطلة من قبل الحكومة المركزية ومن قبل مجلس الأمانة العامة، بسبب تسويف ومماطلة بحقوق المحاضرين، وهو مطلب واضح وصريح، هو 315. طبعا أكثر من 20 وزارة تم تطبيق هذا القرار إلا على وزارة التربية. لماذا شريحة المعلمين الذي هي تكون أهم شريحة بالمجتمع تكون مهمشة؟ هل يا ترى يردون من عندنا أنه ينهون التعليم؟ انصفوا المحاضرين، واريد من نطالب من عندكم اسوة ببقية محافظة، ببقية الموظفين، انصاف المحاضرين بقرار 315. ويرى المحاضرون المجانيون في العراق ان اساس ازمتهم ليس ماليا فقط، بل يندرج ضمن خطة منظمة لضرب القطاع التعليمي في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم. اليوم نرى ان الموضوع ليس مالي فقط، موضوع المحاضرين ليس مالي فقط، بل ان هنالك غايه وهنالك مكيده وهنالك خطه لانهاء التعليم بالعراق، الا وهو اليوم انسف شخصيه المعلم والمدرس والاداري، انسفها بالمجتمع، بالتالي انا طلعت جيل غير واعي، جيل منحرف، جيل بانعواج واضمحلال. المحاضر حاليا يشكل النسبه الاكبر بالملاكات التدريسيه واللي هي معتمده عليه المدارس. طبعا بالمناسبه هسه حاليا احنا مضروبين عن الدوام، انا اسالك بالله يا مصطفى الكاظمي انه تروح تشوف المدارس وتزور مدرسه تشوفها، ماكو اي كادر تدريسي. ورغم تشكيل المحاضرين والاداريين المجانيين النسبه العظمى والعصب الرئيس لوزارتي التربيه والتعليم والبحث العلمي في العراق، الا ان اهمال هذه الشريحه لا يزال هو السمه البارزه ضمن سياسات الحكومات المتعاقبه، والتي تعلم يقينا أن نهوض البلاد لن يكون إلا بدعم المعلم والمحاضر والارتقاء بالعملية التعليمية.